هذا الشيء هو سبب خسارتك بلعبة بلاك ميث ووكون. اللي أقصده هو المشروب أو الجورد اللي معك. بس قبل لا أقول لك شلون تقدر تطوره عشان ما يخلص عليك بنص المواجهة مع البوس، عندي لك بونص راح أعلمك شلون تقدر تشرب منه 4 مرات مجانا. يعني بدال تشرب 9 أو 10 مرات ويخلص راح تشرب 15 مرة. قبل لا أوريك أبيك تكتبي تحت بالتعليقات إيش كثر تقدر تشرب منه قبل يخلص عليك. اللي قاعد تشوفه الحين كمية الشرب قبل التطوير وبعد التطوير. لو تلاحظ قبل التطوير أنا يدوب أقدر أشرب 10 مرات، وهذا وأنا مطور المشروب لليفل 9. بس اللي على اليسار بعد التطوير أقدر أشرب بين 12 و15 مرة. ليش هذه النسبة متفاوتة؟ لأن الأيتم اللي مخليه مع المشروب يعطيك فرصة أو نسبة إنك تشرب مجانا، حرفيا حظ يا نصيب. لكن من تجربتي إذا طورت المشروب لليفل أسطوري راح تضمن بونص إنك تشرب مرتين مجانا مع فرصة إنك تشرب ل5 مرات مجانا. بالنهاية أنت الربحان. والحين خلي أعلمك شلون تطوره. في عندنا 3 خطوات لازم نتبعهم. أول شيء راح نحتاج هالأيتم موجود بالفصل الرابع، بس امشي على الدرب هذا وراح تحصله. بعدين لازم تطور المشروب مالك عند الام بي سي لليفل 9. الام بي سي موجود بالفصل الاول بس لازم تنقذه وراح يخليك تطور المشروب. الخطوة الاخيرة انك تروح الفصل الخامس وتمشي بهالدرب لين تحصل الشايب، بيكون قاعد بغرفة جانبية لازم تكلمه وراح يعطيك اخر شيء تحتاجه عشان تطور المشروب لليفل الاسطوري. وكذي راح تكون عندك القدرة انك تواجه اي بوس وانت مرتاح، ما تحاتي المشروب يخلص عليك بسرعة.